بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا ليسون 3 بارت 2 لجريد 4 في يونت 3، بيتكلم عن البرايم نمبرز. الدرس ده مهم جدا، افهمه كويس عشان هيترتب عليه فهمك للدرس اللي بعديه اللي هو ال HCF وال LCM. يلا بينا نشوف يعني ايه البرايم نمبرز. بس قبل ما ندخل في البرايم نمبرز، كنا اخذنا في الليسون اللي فات اللي هو الفاكتورز بتاعت اني نمبر. يعني ايه الفاكتورز بتاعت اني نمبر؟ اللي هو انا لما يديني اي نمبر مثلا ال 24 ويقول لي عايز الفاكتورز بتاعتها، الفاكتورز بتاعت ال 24. طيب الفاكتورز بتاعت ال 24 يعني بجيب اي حاجه في التايمز تيبل تندرب في بعضها تدينا 24. طيب اول حاجه بكتب ال 24 بالشكل ده كده equal ال 1 times ال 24. طيب equals ها ال 2 times what ال 2 times 12، تمام كده. طيب equals ال 3 times what ال 3 times ال 8، تاني equals ال 4 times what ال 4 times ال 6، تمام كده. طيب في حاجة تانية تندرب في بعضيها تدينا ال 24؟ لا خلاص كده. طيب تعال نشوف بقى، يبقى الفاكتورز بتاعة ال 24 اللي هي ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 وال 6 8 12 and 24، بنجيبهم كده عشان نكتبهم بالترتيب. مفيش مشكلة خالص لو كتبتهم من غير ترتيب، بس هو الأفضل إن احنا نكتبهم بالترتيب. يبقى ال 24 equals ال 1 2 3 4 6 8 12 and 24. خلاص كده، ده اللي هو الفاكتورز عشان محدش يتلخبط بين الفاكتورز واللي احنا هنعمله كمان شوية. طيب ايه هما البرايم نمبرز؟ البرايم نمبرز بيقول البرايم نمبرز is a whole number، هما اعداد صحيحة that has only two different factors which are one and the number itself. يعني هي ارقام صحيحة او اعداد صحيحة بتقبل القسمة على نفسها وعلى الواحد فقط، ما بتقبل القسمة على نفسها وعلى الواحد فقط. طيب ايه هما البرايم نمبرز دول؟ لازم نبقى عارفينهم. البرايم نمبرز دول اللي هما ال between، مثلا ال prime numbers between ال 1 and 20 اللي هما ال 2 وال 3 وال 5 وال 7 وال 11 وال 13 وال 17 وال 19، تمام كده، وال 19 دول between ال 1 and 20. طيب في بعض الريماركس كده لازم نبقى عارفينها، بيقول لي the prime numbers is divisible only by one and itself. ال prime numbers ده ما ينفعش ان انا اقسمه على حاجة الا على نفسه وعلى ال 1 فقط. مثلا ال 2 دي في اي حاجة في ال times table اعمل لها multiply by 2 تدينا 2؟ لا طبعا ما فيش الا ال 1 times 2. ال 5 ها ال 5 في اي حاجة في ال times table اعمل لها multiply by حاجة تدينا 5؟ ما فيش الا ال 1 times ال 5. ال 7 في اي حاجة في ال times table اعمل لها multiply by اي نمبر يدينا 7؟ ما فيش الا 7 تايمز ال1، وهكذا، تمام كده. طيب نشوف اللي بعد كده، بيقول لي ال2 از سمولست برايم نمبر. ال2 هي اصغر برايم نمبر. all prime numbers are odd except ال2، كل البرايم نمبرز دول odd number ما عدا ال2. ال2 دي even number، دي خلي بالكم بتيجي في شكل اكمل او choose او الحاجات دي. ال1 has only factor، ال1 عنده وفاكتور واحد فقط. therefore ال1 لذلك ال1 isn't a prime number، لذلك احنا بنقول على ال1 ان هو مش prime number. طيب انا وريتكم الفاكتورز في الاول وخدناه في الفيديو اللي قبل اللي فات. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي بنجيب البرايم فاكتورز، ازاي نعمل فاكتورايز للنمبر. طيب هو لو اداني مثلا قال لي فاكتورايز ال 24 2 it's a prime factors، تمام كده. يبقى مش هعمل بالطريقة اللي انا كنت عاملها من شوية اللي هي بجيب ال 24 واقول 24 equal 24 times 1 ال 24 equal ال 2 times 12، لا مش بالطريقة دي. هحللها بطريقة ال prime numbers، هروح جاية عاملة خط كده تمام، وهكتب ال 24 هنا. ها ايه هما البرايم نمبرز؟ لازم يبقوا قدامي كده طول الوقت. البرايم نمبرز اللي هما ال 2
الثري الفايف السيفن الإليفن and so on. طبعا اللي احنا هنستخدمهم يعني الشائعين او اللي هما التو والثري والفايف والسيفن، تمام كده؟ طيب ال 24 ها divided by a by 2 ها which equal 12. 12 divided by 2 which equal ها which equal 6. 6 divided by 2 which equal 3. 3 divided by 3 which equal 1. يبقى اذا ال 24 equal 2 times 2 times 2 times 3. دول اللي هما البرايم فاكتور لل 24، تمام كده؟ لو تلاحظوا احنا كل اللي احنا عملنا عليهم ديفيجن هما برايم فاكتور، ال 2 برايم، ال 2 هنا برايم، ال 2 برايم وال 3 برايم، تمام كده؟ طيب نشوف واحدة كمان. مثلا لو قال لي 16 هروح جاي عاملة خط كده وايه وحلل عادي، عاملها فاكتورايز عادي. ها 16 ديفايد باي 2 ايكوالز كام؟ ايكوالز 8. ال 8 ديفايد باي 2 ايكوالز 4. ال 4 ديفايد باي 2 ايكوالز 2. 2 ديفايد باي 2 ايكوالز 1. يبقى اذا ال 16 ايكوال ال 2 تايمز ال 2 تايمز ال 2 تايمز ال 2. طيب ناخد حاجه ثانيه. مثلا لو قال لي ال 10 هقوم جاي عاملة خط كده عادي. ها divide by 2 equals 5. 5 divide by 5 equals 1. يبقى إذا ال 10 equals ال 2 times ال 5. تمام كده؟ دي بطريقة ال prime factors. تمام؟ طيب ناخد مثلا ال 42. ها هروح جاي عاملة خط كده. ها 42 يبقى divide by كام؟ by what؟ by 2. 42 divided by 2 equals 21. 4 divided by 2 equals 2. 2 divided by 2 equals 1. 21 هناخد ايه؟ هتبقى divided by ايه؟ by 3. تمام؟ 21 divided by 3 equals 7. 7 divided by 7 equals 1. يبقى ال 24 ال 42 equals ال 2 times ال 3 times ال 7. طيب ناخد حاجة كمان. ال 81 نشد الخط بتاعنا. ال 81 طيب لازم اعمل ديفيجن باي، احنا عارفين ال 81 equals 9 times 9، بس انا لازم اعمل ديفيجن على ال 2 او ال 3 او ال 5 او ال 7. ما ينفعش اعمل على ال 9. ال 9 not prime number، انا لازم اعمل على prime numbers. طيب ال 2 مش هتنفع لان هنا اليونت odd number. هنا ال 3 تعالوا نشوف كده، هل 81 تقبل قسم على 3؟ بنعمل addition للديجيتس بتاعتي 8 plus 1 equals 9. يبقى اذا هي هتقبل القسم على 3. 8 divided by 3 equals 2. 2 times 3 equals 6. هنمينصها من ال 8 يبقى عندي هنا 2 remainder. يبقى 21 divided by 3 equals 7. يبقى ال 81 equals 3 times 7. طيب 27 ها divided by كام؟ لازم برضو هنعمل division على ايه؟ على prime من دول، على prime numbers من دول. prime number من ايه؟ من اللي قدامي دول. طيب هنعمل division على 3، تمام كده؟ 27 divided by 3 equals 9، تمام؟ طيب وال 9 divided by 3 equals 3 وال 3 divided by 3 equals 1. يبقى اذا ال 81 equals 3 times 3 times 3، تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف، نروح لأسئلة كتاب المعاصر ونشوف هنحل ازاي. تعالوا هنا نشوف مثلا ال 96 هنا برضو هنعملها فاكتورايز 2 its prime factors. قلنا البرايم فاكتورز البرايم نمبر لازم تبقى قدامنا، اللي هي تكتبوها لهم كده فوق البروبلم، اللي هي ال2 وال3 وال5 وال7 وال11 وال13 and so on. طبعا هو اللي هو هيعمل ديفيجن عليهم اللي هم ال2 وال3 وال5 وال7 في الغالب يعني، تمام كده؟ طب تعالوا نشوف النمبر الكبير ده اللي هو 96. هنقسم على البرايم نمبر، يبقى على ديفايد باي 2 لان هنا 6 ايفن نمبر، تمام كده؟ 9 ديفايدد باي 2 ايكوالز 4. 16 ديفايد باي 2 ايكوالز 16 ديفايد باي 2 ايكوالز 8، تمام كده؟
تاني على ال 2 divide by 2. 4 divide by 2 equals 2. 8 divide by 2 equals 4 divide by 2. 24 divide by 2 equals 12 divide by 2 equals 6 divide by 3. هنا 6 divide by 2 equals 3. 3 divide by 3 equals 1. يبقى إذا السكسي 96 equals 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 3. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف ال 84. هنا ال 84 divide by 2 equals what? Equals 42. Divide by 2 equals what? Equals 21. Divide by 3 equals 7. Divide by 7 equals 1. يبقى 48 equals 2 times 2 times 3 times 7. والباقي هكذا بنفس الايه بنفس الطريقه دي. طيب بيقول لي هنا both true or false. Both true for the correct statement and false for the incorrect one. ماشي بيقول لي ايه وال1 is the smallest prime number. هل ال1 هو أصغر برايم نمبر؟ لا طبعا الوان أصلا مش برايم نمبر. ليه مش برايم نمبر؟ لأنه هو عنده 1 فاكتور. تمام كده؟ هو 1 فاكتور فقط، لكن البرايم نمبر لازم يبقى عنده 2 فاكتورز itself and ال1. طيب هنا يبقى دي فولس كده، هو ال2 هو أصغر، هو the smallest prime number. All prime numbers are odd numbers. هل كل البرايم نمبرز odd numbers؟ طبعا هو كل البرايم نمبرز اود نمبرز اكسبت ايه؟ اكسبت ال2. يبقى اذا كده خطا لو قال لي اكسبت ال2 يبقى تمام، انما هو ما قاليش ان اكسبت ال2، وبيقول ان كل البرايم نمبرز اود. كده طبعا الاجابه عندي تبقى فولس. It's possible to get a prime number divisible by 7 and 11 at the same time. هل من الممكن ان انا اجيب برايم نمبر يبقى قابل للقسم على 7 وال11؟ يعني البرايم نمبر، يعني لما اجي اضرب 7 تايمز 11 هيبقى ده البرايم نمبر اللي هو بيقول لي عليه؟ لا طبعا، لان في الحاله دي هيبقى ليه اكتر من فاكتور، لان لما اجي اعمل ملتبلاي لل7 تايم ال11 هتدينا 77. يبقى 77 عندها كام فاكتور؟ عندها 7 وال11 وال77 وال1. يبقى اذا ده كده ما بقاش برايم نمبر خلاص كده، لانه بقى عنده اكتر من مور ذان 2 فاكتورز. يبقى ده كده خطا. The number 21 is a prime number. ال 21 ده prime number؟ لا، ازاي ان هو prime number؟ هل هو عنده 2 factors بس فقط only؟ لا، ده هو عنده ال 21 equal ال 1 times ال 21 وال 21 equals 3 times ال 7. تمام كده؟ يبقى هو عنده 4 factors. يبقى اذا الاجابة هنا ايه؟ false. طيب نروح للحاجة اللي بعد كده. بيقول لي the number 1 و 3 و 5 and 11 is all prime numbers. هل دول كلهم prime numbers؟ لا طبعا، لان ال 1 اتفقنا ان ال 1 ده مش prime numbers، not prime numbers. يبقى false. A prime number is a whole number that has more than two factors. هل ال prime number هو رقم صحيح وعنده أكتر more than two factors؟ لا، هو عنده only two factors. يبقى false. The number 101 is a prime number. طيب تعالوا نشوف كده، هل 101 في أي حاجة تتضرب في حاجة تدينا 101؟ لا طبعا، ما فيش أي حاجة تنضرب في حاجة تدينا ال 101 غير ال 1 times ال 101. يبقى إذا هو ده prime number. يبقى the number 101 is a prime number. يبقى طبعا إيه؟ طبعا الإجابة هتبقى صح. طيب بيقول لي the number 2 and 3 and 7 are the prime factors of 242. ال number 2 وال 3 and 7 هما ال prime factors لل 42. طيب تعالوا نشوف كده، هل هيبقوا فعلا الإجابة عندي صح ولا لا؟ يبقى لازم اعمل لها ايه؟ factorize. ادي ال 42 تمام كده، divide by 2 equals what؟ هتبقى equals ال 4 divide by 2 equals 2 وال 2 divide by 2 equals 1. هنا 3 يبقى equals 7
7 equals 1 يبقى فعلا الفاكتورز البرايم فاكتورز بتاعه ال24 هي ال2 وال3 وال7 يبقى اذا الناتج عندي ترو. تمام كده. طيب نشوف اللي بعد كده. هنا بيقول لي the prime factors of 48 are ال 4 and 3. ال prime factors لل 48 هما ال 4 and 3. طيب تعالوا نحللها كده. ادي ال 48 تمام كده divide by 2. 4 divide by 2 equals 2 و 8 divide by 2 equals 4 divide by 2 1 and 2 divide by 2 12 divide by 2 6 divide by 2 3 divide by 3 1. يبقى اذا البرايم فاكتورز اللي ال 28 هما ال 2 times 2 2 and 2 وال 2 times 2 times 2 times 2 times 3 هما دول البرايم فاكتور لل 48. يبقى اذا الاجابه دي كده خاطئه. تمام كده. نشوف اللي بعد كده. بيقول لي the prime factor of 20 are 4 and 5. طيب بيقول البرايم فاكتور لل 20 هما ال 4 and 5. هنا على فكره ممكن كنا نحكم عليها من الاول بس انا حبيت احللها لكم علشان اعودكم على ازاي تعملوا فاكتورايز للنمبر. انا هنا عندي بيقول لي ان البرايم فاكتورز لل 48 are 4 and 3. احنا لو لاحظنا ان ال 4 هنا not prime number ما هياش prime number صح. ال 4 دي ايه؟ ال 4 دي even number بس ما هياش prime number لانها ليها اكثر من 2 فاكتورز. لها more than 2 factors هي ال 1 times 4 وال 2 times 2. يبقى اذا على طول ممكن من غير ما تعمل لها factorize تعمل لها يبقى اللي هي الانسر بتاعتي false. هنا برضو بيقول لي البرايم فاكتورز اوف 20 البرايم فاكتورز لل 20 بيقول لي ار 4 اند 5. هل هي ال 4 وال 5؟ طب ما ال 4 عندي برضو ما هياش برايم نمبر. ال 4 دي ايه؟ ال 4 دي ايفن نمبر وليها it has more ها 2 فاكتورز ليها اكتر من 2 فاكتورز لانها ايكوال 1 تايمز 4 وال 2 تايمز 2. يبقى اذا الاجابه دي عندي برضو فولس. ذا برايم فاكتورز اوف 22 ار ال 2 اند ال 2. هل البرايم فاكتورز لل 22 هي ال 2 اند 2؟ طيب تعالوا نشوف كده. ادي ال 22 ديفايد باي 2 ايكوالز 11 divide by 11 equals 1. يبقى اذا البرايم فاكتور لل 22 هي ال 2 وال 11 مش ال 2 وال 2. يبقى اذا الانسر دي فولس. طيب تعالوا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي it choose the correct answer between brackets. طيب بيقول لي هنا دوتس is a prime numbers. طيب تعالوا نشوف كده بيقول لي ايه اللي في النمبرز وال برايم. ال 16 لا ال 16 ليها مور ذان 2 فاكتورز لانها موجوده في التايمز تيبل. ال 19 هي فعلا ال 19 هي البرايم نمبر. تمام كده. طيب ذا سمولست برايم نمبر از ال 2. من غير ما اشوف اي حاجه انا ابقى عارف حافظ ان السمولست برايم نمبر هو ال 2. ذا سمولست اود نمبر از هو 3. تمام كده. اظهر برايم نمبر اود هو 3. ذا برايم نمبر بتوين ال 44 اند ال 50. طيب تعالوا كده افتر 44 45 ده مش برايم نمبر. 47 اد 2 على طول بقى بعد كده اد 2 ال 47. طبعا ال 47 مفيش اي حاجه في التايمز تيبل تدينا 47. يبقى اذا هو ال 47. تمام كده. طيب نشوف اللي بعد كده. هنا بيقول لي دوتس isn't a prime number ال 1 or 3 or 5. طبعا ال 1 isn't a prime number لان هو has one factor خلاص كده ليه فاكتور واحد فقط. not is a prime number ال 97 ولا ال 201 ولا ال 111. طيب ال 111 دي هل في اي حاجه اعمل لها ملتبلاي باي حاجه يدينا 111؟ طبعا هي not divisible by 2. طيب ال 3 تعالوا نعمل addition للديجيت بتاعتها 1 plus 1 plus 1 equals 3. يبقى اذا هي divisible لل 3 يبقى هي not prime number. تعالوا ال 201
ال 201 ها not divisible by 2 لكنها divisible by 3 because ال 1 plus 2 equals 3 يبقى إذن هي divisible لل 3 يبقى it has more 2 factors. طب تعالوا نشوف ال 97 ال 9 هي not divisible لل 2 طب تعالوا نشوف كده هل هي divisible لل 3 7 plus 9 equals 16 ال 16 not divisible لل 3 يبقى إذن هي ال 97 هي اللي isn't a prime number. تمام كده؟ طيب ال 97 is a prime number هي دي البرايم نمبر. بيقول لي is a non prime number. طيب ايه اللي موجود هنا مش برايم نمبر؟ هل ال 89؟ طيب ال 89 دي ايه؟ ال 89 دي لو جيت طبعا not divisible لل 2 طيب نشوفها لل 3 ال 89 8 plus 9 equals what equals 16 ال 17 يبقى اذا دي برضو not prime number. مفيش اي حاجه في التايمز تيبل تدينا 89 ال 76 ال 67. طيب تعالوا نشوف ال 67 هي كمان 6 plus 7 equals what is 6 plus 7 equals 13 برضو دي ممكن تبقى prime number. طيب تعالوا نشوف ال 230 230 طيب ال 230 not divisible by 2 طيب تعالوا نشوفها كده divisible لل 3 ولا لا. نجمع نعمل addition للديجيت 3 plus 1 equals 4 plus 2 equals 6 يبقى اذا دي is non prime number دي كده مش prime number لكن دي prime ودي prime يبقى ال answer بتاعتي هتبقى 230. طيب الباقي بقى بنفس الطريقة دي كده عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل تعالوا نشوف حاجة تانية. هنا بيقول لي complete dots is the only even prime number اللي هو الـ 2 كلنا عارفين ان الـ 2 the only prime number. the prime number has two factors are what and what ال1 البرايم نمبر ليه 2 فاكتورز اللي هم ايه اللي هم ال1 اند اتسلف اند اتسلف. على فكره الصفحه دي مهمه جدا. طيب ال1 isn't a prime number. ليه ال1 isn't a prime number؟ لانه هو has only one factor صح عنده فاكتور واحد بس. طيب the two digit prime number which is less than 13 is الـ عايز 2 digit number رقم مكون من رقمين يبقى prime أصغر من الـ 13 after 13 minus من الـ 13 2 هيبقى الـ 11 الـ 11 عارفين انه هو prime number. بيقول إذا prime numbers between 60 and 70 الـ prime numbers between الـ 60 and 70. طيب تعالوا كده بقى نشوف الـ prime numbers between 60 and 70. هنبدأ بـ 61 60 نزود على طول الاتنين كل مرة 63 65 67 وعايز between الـ A الـ 60 والـ 70 و 69. طيب 61 دي في اي حاجة اعملها ما تطلعي باي اي حاجة تدينا 61؟ لا طبعا هي ال 61 not divisible لل 2 لان هنا ال 1 هنا old number. طيب هل هي divisible لل 3؟ ال 1 times 6 equals 7 not divisible لل 3 هتبقى 61 61. نيجي للي بعد كده ال 63 طبعا عارفين ان 63 equal ال 9 times 7 equals 63 تمام موجودة في التايمز تيبل يبقى اذا دي not prime number. طب 65 هنا 5 divisible 65 divisible لل 5 يبقى اذا not prime number. طيب تعالوا نشوف ال 67 not divisible لل 2 طب هل هي divisible لل 3؟ 6 plus 7 equals 13 يبقى اذا not divisible لل 3 وانا ما عنديش اي حاجة في التايمز تيبل equals 67. طيب 69 not divisible لل 2 طب هل هي divisible لل 3؟ 9 plus 6 equals 15 ال 15 divisible لل 3 يبقى اذا انا ال 2 numbers اللي عندي او ال prime numbers between 60 and 70 هما 61 and 67. طيب
The number 37 has what factors and it's a not number. ال 37 في أي حاجة في التايمز تيبل تدينا 37؟ لا. يبقى إذن ال 37 ده اليونت بتاعته إيه؟ اليونت بتاعته كمان 7. تمام؟ يبقى إذن هو ماله؟ هو prime number. طيب ال prime number يبقى عنده كم factor؟ عنده has two factors اللي هما ال 1 and itself. ال 1 وال number نفسه. And it's a prime number. It's a prime. تمام؟ طيب بيقول the number 15 is a not number because it has those factors. number 15 ده a not number. هل هو prime number؟ ال number 15 ده هل هو prime number؟ لا طبعا. هو non prime. هو non prime. يعني مش prime. non prime. non prime number ليه؟ لانه equal ال 3 times ال 5 وال 1 times ال 15. يبقى اذا هو has more than, has more two factors. عنده اكتر من two factors. يبقى اذا هو non prime numbers because it has four factors. عنده four factors. طيب the prime factors of ال 14 are what and what. ال 14 ال prime factors بتاعتها divide by 2 equals 7, 7 equals 1. يبقى اذا prime factors بتاعتها هي اللي هي ال 2 and 7. 2 and 7. The prime factors of 19 are ال prime factors لل 19. هو في اي حاجة في الدنيا اعملها multiply by اي حاجة تدينا 19؟ لا طبعا. اذا ال 19 دي اصلا prime number. يبقى ال factors بتاعتها هي ال 1 واتسلف اللي هي ال 19. يبقى ال 1 and 19. تمام كده؟ طيب نشوف اللي بعد كده. The prime factors of the number 60 without repetition are what and what and what. طيب تعالوا بقى نجيب ورقة كده ونعملها. تعالوا كده نشوف ال 60 هنكتبها بالطريقة دي كده ونشد خط كده. طيب ايه هما ال prime number؟ اللي هما ال 2 3 5 7 and so on. طيب تعالوا كده divide by 2. 60 divide by 2 equals 30. 30 divide by 2 equals 15. 15 divide by 3 equals 5. 5 divide by 5 equals 1. يبقى انا عندي ال prime factors لل 16 اللي هي ال 2 وال 2 وال 3 وال 5. 2 times 2 times 3 times 5. هو عايزها without repetition من غير تكرار. انا عندي هنا ال 2 متكررة ايه مرتين، هيبقى بدون تكرار هتبقى ال 2 وال 3 وال 5. تمام كده؟ هتبقى ال 2 3 and 5. طيب احنا هنا كتبنا ال 1 ليه؟ هنا بيقول ال prime factor، معلش انا اسفة، the prime factor يبقى ما نكتبش ال 1، هتبقى 19 بس. the prime factors of 19 هتبقى ال 19 فقط. تمام؟ طيب انما لو قال لي البرايم عشان هو هنا قال لي البرايم فاكتورز اوف 19، ال1 هنا ما هوش برايم فاكتور. تمام كده؟ ال1 ما هوش برايم، ما هوش برايم نمبر. نبقى نكتب ال19 اونلي. طيب بيقول لي the smallest number whose prime factors are 2 and 3 and 5 and 11 is الأصغر number ال prime factors بتاعته اللي هي ال 2 وال 3 وال 5 and 11. هو كده جايب لي ال prime factor بتاع ال number وهو عايز ال number. طب في الحالة دي بعمل ايه؟ باخد كل ال prime factors دول وعمل لهم ايه؟ multiplication في بعض. طيب ايه يبقى؟ تبقى ال 2 times ال 3 times ال 5 times ال 11 which equal 2 times 3 equals 6. 6 times 5 equals كام؟ equals 30 times 11. هيبقى الريزلت عندي ب 330. يبقى الريزلت 330. يبقى لما يديني البرايم فاكتورز وعايز النمبر بعمل مالتيبليكيشن لكل النمبرز اللي هو مديها لي. طيب هنا بيقول لي ذا جريتست فاكتورز of the number 72. طيب هجيبه ازاي؟ لازم اعمل له factorization. طيب تعالوا كده، ادي 72، ادي الخط بتاعي. divide by 2 equals 3. 12 divide by 2 6. divide by 2 1 18. divide by 2 equals what؟ divided by 2 equals 18 divided by 2 equals 9.
3 يبقى 3 هنا 3 equals 1 تمام كده. ده في حالة لو قال لي البرايم فاكتور او البرايم فاكتور، انما هو هنا عايز الجريتست فاكتور، عايز الفاكتور يبقى هعمله ازاي؟ يبقى ال 72 equals ها ال 1 times 72 تمام كده، واكمل باقي الايه باقي الفاكتورز بتاعتي اللي هي ال 2 times 36 وهكذا، وال 3 times كذا، وال 4 times كذا تمام كده. بس هيبقى اكبر فاكتور ليه هو نفسه اللي هو ال 72. يبقى اذا ال 72 هو الجريتست فاكتور، فاكتور ما قاليش برايم فاكتور، يبقى هو ال 72. طيب بيقول لي the greatest prime factor of the number 28 is the greatest prime factor. شايفين هنا بقى لي البرايم فاكتور، يبقى لازم اعمل لها ايه؟ اعمل لها تحليل لل 28. ادي ال 28 اهي تمام. طيب divide by 2 equals 1 و4 divide by 2 equals 7 divide by 7 equals 1. يبقى انا عندي البرايم فاكتورز ال 28 اللي هي ال 2 وال 2 وال 7، الجريتست نمبر فيهم اللي هو ال 7. يبقى اذا ال 7 هي الجريتر الجريتست برايم فاكتور لل 28. the smallest factor of the number 21، أصغر فاكتور للنمبر 21 هو ال 21 عبارة عن إيه؟ أدي ال 21 divide by 3 equals 7 divide by 7 equals 1. طيب يبقى ال smallest اللي هو ال 3، يبقى إذن هو ال 3. the smallest prime factor of the number 42، هنعملها برضو بنفس الطريقة تمام كده. ال 105 has dots prime factors، عنده كام factors؟ برضو هنشوف الفاكتورز بتاعته. تعالوا نعملها، هنعملها كده تبقى 105 ممكن divide by 5 او 3 تمام. divide by 3 10 divide by 3 equals 3 15 divide by 3 equals 5 divide by 5 equals 7 divide by 7 equals 1. يبقى عندي ال prime factors ال 105 اللي هم ال 5 وال 7 وال 3. طيب هو بيقول لي هنا has can prime factors، يبقى has 3 factors prime factors تمام كده. طيب بيقول لي the prime number whose sum of its factor is 6، ال prime number اللي هو ال sum بتاع الفاكتورز بتاعته ال 6. احنا عارفين اي برايم نمبرز هو الفاكتور اللي عنده 2 فاكتورز هاز 2 فاكتورز. ايه هما البرايم نمبرز ثاني بكررهم؟ اللي هو ال 2 وال 3 وال 5 وال 7 وال 11 and so on. طيب تعالوا نشوف كده ال 2 plus 1 equals what equals 3؟ لا، 3 plus 1 equals 4؟ لا، 5 plus 1 equals 6؟ يبقى اذا هي ال 5 تمام كده. طيب هنا بيقول لي underline the prime numbers. طيب هنحط خط تحت ال prime numbers. ال 2 prime number، ايوه ال 2 prime number، ال 7 تمام، ال 25 non prime number لان ال 25 equals 25، ال 5 times 5 وال 1 times 25 has more 2 factors. ال 28 ايوه ال 28، ال 29 هي prime factor. ال 34، هل ال 34 هي prime number؟ لا طبعا مش prime number. ال 57 هل هي prime number؟ طيب تعالوا نشوف كده ال 57 not divisible by 2. طب هل هي divisible by 3؟ تعالوا نعمل addition للديجيت بتاعتها، 7 plus 5 equals 12. يبقى اذا هي مش prime. يبقى ال prime number عندي هنا ال 2 وال 7 وال 29 لان 57 divisible by 3. طيب هنا ال 58، لا طبعا ال 8 هنا اليونت عندي هنا even number، يبقى divisible لل 2. يبقى اذا has more 2 factors، يبقى not non prime number. طيب ال 87 هي not divisible لل 2، طب هل هي divisible لل 3؟ تعالوا نشوف كده 7 plus 8 equals what equals 15؟ لا طبعا هي divisible لل 3، يبقى مش هتبقى prime number، هي non prime number. ال 81، ال 81 هي برايم نمبر. ال 102 not prime. ال 107 prime. and ال 133 هي برضو برايم نمبر تمام كده. طيب
وهكذا اللي بعديها. طيب بيقول لي هنا factorize each of the following numbers to its prime factors. عايز يعمل factorize تحليل للأعداد دي أو للأرقام دي عن طريق الـ prime factors. طيب تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هعيدها تاني عشان الدرس ده لو ما فهمتوش يبقى مش هتفهم الدرس اللي بعد كده، لأنه بيعتمد على فهم الدرس ده. الـ 132 and 32 خط كده، تمام كده. ايه هما البرايم نمبرز؟ اكتبهم فوق كده، اللي هما ال 2 ال 3 5 7 11 and so on، تمام كده. يبقى ال 132 اول حاجه ديفايد باي 2 عندي هنا في اليونت 2، يبقى اذا هي ديفيزبل لل 2. 13 ديفايد باي 2 equals 6، 6 تايمز 2 equals 12، and 13 minus 12 equals 1، 12 divide by 2 equals 6، تمام. هنا ال divide by 2 تاني هتبقى 30 equals 6 divide by 2 equals 3، تمام كده. طيب 33 divide by 3، 3 divide by 3 equals 1 و 3 divide by 3 equals 1. طب ال 11، ها ال 11 divide by 11 equals 1 لانها a prime number. يبقى إذن 132 equals 2 times 2 times 3 times 11. كده احنا عملناها factorization بالprime number، كمان كده. طيب نشوف اللي بعد كده، بنكتبها بقى في الصورة دي عشان أبقى كده إيه. 132 equals 2 times 2 times 3 times 11، تمام. طيب نشوف اللي بعد كده، ناخد مثلا ال 888. طيب عندي البرايم نمبرز فوق امك، لازم يبقوا قدامي ال 2 وال 3 وال 5 وال 7 وال 11 and so on. طيب divide by 2 لان ال 8 divisible لل 2. طيب 8 divide by 2 4، 8 divide by 2 4، 8 divide by 2 4. على فكرة احنا بنبدأ من هنا في الديفيجن عشان ما تنسوش. Divide by 2 تاني، 4 divide by 2 2، 4 divide by 2 2، 4 divide by 2 2، divide by 2 تاني تبقى 1 1 1، تمام كده. طيب ال 111 not divisible لل 2. طب نشوف ال 3، هل هي divisible لل 3؟ طيب ال 1 plus 1 equals 2 plus 1 equals 3، يبقى إذن هي divisible لل 3. 11 divide by 3 equals 2، 2 times equals 3، 3 times 3 equals 9، 9 من 11 يبقى 2، تمام كده. يبقى 21 divide by 3 equals 7، يبقى 37. مفيش اي حاجة اعمل لها multiply by اي حاجة تديها 37 equals 1. يبقى اذا ال prime factors اللي ال 800 88 هي 2 times 2 times 2 times 3 times 37. يبقى بقول 88 equals 2 times 2 times 2 times 3 times 37، تمام كده. هو ده الحل، والباقي هنشتغل بيه بنفس الطريقة دي. طيب هنا بيقول لي write all prime numbers which are less than 30. عايز البرايم نمبرز اللي هم less than 30، اللي هو هنبدأ بقى بأول حاجة اللي هو ال 2 اللي هو the smallest prime number، بعد كده after ال 3، after ال 5، after that ال 7، after that ال 11، after that ال 13، ال 15 لأ، ال 17، 19، 21 لأ، 23، 25 لأ، 27 برضو لأ، 29، تمام كده. دول اللي هما between اللي هما لزان السيرتي، تمام كده. ببدأ من الأول خالص لزان السيرتي، والباقي برضو بنفس الطريقة. أتمنى أن أنا أكون قدرت أوصل لكم الدرس، ياريت تحلوا كتير، راجعوا تاني حل الأسئلة. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.